طيب لو هنتحدث مع حضرتك عن أفضل الدعاء، وحضرتك ذكرت أنه في أدعية مخصوصة ربما تكون ليوم عرفة، والحجاج بالتأكيد هم موجودون الآن بالفعل، أو كثير منهم موجودون بالفعل في على جبل عرفات، وبالتأكيد يعلمون جيدا ماذا سيقولون وذكروا كويس، خلينا نقول. لكن لمن لم يذهب بعد، لمن يعني لديه النية ربما في السنة أو السنوات المقبلة بإذن الله أن يذهب، ما أفضل الدعاء على جبل عرفات؟ وهل يختلف الدعاء أو صيغة الدعاء على جبل عرفات عن يعني الدعاء في مثل هذه الأيام لمن هو ليس موجود هناك؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لجبل الرحمة الموجود في عرفات اللي هو بيظهر في مشاهد المصورة، خرج له عند الزوال في الساعة 11 الظهر، الساعة 12 الظهر، لكن عرفة كلها موقف. يعني عرفة هو وادي كبير جدا وفي خيم كثيرة يتحمل الحجيج المليون والاثنين مليون والثلاثة مليون. فاللي بيروح يحج بيجلس في خيمته طوال النهار. لو أراد أن يتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج يعني الساعة 11 الساعة 12 لجبل الرحمة ويقف ويدعو عليه فله ذلك. لو لم يستطع ذلك لكبر السن أو لشدة الحرارة أو لأنه هناك الأماكن متسعة ممكن لا قدر الله يتوه عن الفوق بتاعه، فحجه صحيح ووجوده في الوادي في حد ذاته كأنه وهو بذلك شهد يوم عرفة. في الحقيقة الحجاج زي ما حضرتك بتقول بيبقوا مذاكرين، يعني مجمع الأدعية اللي بيدعي بيها ليل نهار ويكررها ليل نهار. أفضل الدعاء الذي ندعوه في هذا اليوم أن ندعو بأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن عفى عنهم. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لسيدنا رسول الله: ماذا أقول إذا أنا أريت ليلة القدر؟ ليلة القدر أعظم ليلة ويستجاب فيها الدعاء. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذه أعظم دعوة يدعو بها الإنسان، وهي تشمل خير الدنيا والآخرة، لأن العفو والعافية، العفو معناه الصفح، معناه قبول الله للعبد على ما له من تقصير، والعافية لأن لا يبتلى في حياته وألا يتعرض لضيق في حياته فتسير حياته هينة سهلة ويلقى الله وهو عنه راض يوم القيامة. فهذا أعظم دعاء. يلي ذلك الأدعية القرآنية، من أعظم الأدعية الأدعية الواردة في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الأدعية. في الحقيقة في بوستات كده منشورة والناس بتبعتها لبعضها. أنا كنت عايز أسأل حضرتك يا دكتور عن الموضوع ده، يعني في ناس كتير بتتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي وبتسأل إيه أحسن دعاء أدعي بيه في يوم عرفة؟ هل أدعي لنفسي، أدعي اللي حواليا، ولا أدعي أدعية عامة؟ هي أجندة بقى، يعني نمبر 1 2 3 وهكذا. أول فكرة الأدعية الواردة في القرآن الكريم منشورة والناس بتجمعها وتعملها زي PDF كده وتبعتها على الواتس، من الآيات متاخدة من كل الآيات القرآنية التي تشتمل على دعاء بيحطوها في 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 PDF ويبعتوها لكل الناس. فبفتح الأدعية دي فبلاقي فيها أدعية القرآن الكريم مجمعة بترتيب آيات القرآن الكريم بحسب القرآن، فأقول دي الأدعية دي أول حاجة. طبعا أنا متجه للقبلة وأنا متطهر وأنا صليت الظهر أو العصر وجلست على المصلية في اتجاه القبلة وأبدأ وأثني على الله سبحانه وتعالى وأحمد الله وأصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقول هذه الأدعية بالترتيب كلها كده من أول القرآن لغاية آخر، ثم بعد ذلك الدعاء الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مجمع برضو في أوراق مجمعة فيها الأدعية الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها. يعني سيدنا رسول الله كان يكثر من قوله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع في المرتبة الثانية بعد أدعية القرآن الكريم. وأدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نور، كلامه صلى الله عليه وسلم كله نور.
فندعو بأدعيته صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحد يجتهد ويدعو بحسب ما فتح الله عليه. كل واحد طبعا مختلف في لسانه، في بلاغته، في طريقته، لكن يتكلم مع الله وفي طلباته طبعا، يتكلم مع الله سبحانه وتعالى بما يحب، يناجي ربه في هذا اليوم العظيم، أعظم يوم في المناجاة، يقول له يا رب كرمني، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني، يا رب ما ترمينيش في ضيقة، يا رب احفظني واحفظ أولادي. وما ينساش يدعي لبلدنا، يدعي لمصر أن ربنا سبحانه وتعالى يسلمها ويجعلها من البلاد الفائزة، ويجعلها من البلاد المنتصرة، ويحميها من كيد الأشرار، ويحفظ علينا حكامنا، ويوفقهم لما يرضيه عنا. ويعني أجمل الدعوات، ويعني مش كتير مننا بيفكر، يعني يمكن مش متعودين قوي على هذه الدعوات، وبالتالي يعني بنشكر حضرتك على تنبيهنا على هذا الأمر، لأنه فعلا احنا كلنا في حاجة ان ربنا يحفظنا، الأوضاع يعني حوالينا صعبة جدا، ومحتاجين جميعا كل هذه الدعوات.